هننفخ حوصلة الحمامة فيها كده واكتم ثواني واقفل وافتح تاني. بنملى الحوصلة بالهواء وبنكتم شوية علشان يدخل حبة في الامعاء في امعاء حمامة. هنحاول زي ما يكون كأننا بنعمل لها انتفاخ ونستنى دقيقتين تاني ونرجع نكرر النفخة دي تاني. نفخ تاني شوية هواء كمان قفلنا نفتح تاني تخرج الهواء اللي دخل. نكرر العملية دي ثلاث مرات كل دقيقتين كمان مرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة إخراج البيضة المحشورة. هنشوف مع بعض أول وعرفنا إزاي إن هي النتاية فيها البيضة محشورة. نمسكها نشوف كده فيها البيضة خالص أهو، لكن مش عارفة تخرجها. أسباب المشكلة الرقم واحد هنقول اللي هو استخدام الكركم والقرفة والجنزبيل، ده أول سبب اللي هو بيخلي البيضة تتحشر كده ما تخرجش، لأنه بيسبب انقباض للأنثى وما تستطيعش إخراج البيضة. ده اللي بيستخدمهم بإفراط، يعني ما يستخدمهمش كتير. لو هتستخدم الكركم والقرفة والجنزبيل يبقى يوم واحد بس في الشهر، وتأتي بعدها مباشرة الخميرة ثاني يوم على طول. يعني يوم مثلا تستخدم كركم استخدمه لوحده، وبعد 10 ايام تستخدم قرفه، وبعد 10 ايام تانية تستخدم الجنزبيل. ده لو انت عايز تستخدم. احنا بنقول لك دلوقتي الاسباب اللي بتعمل ايه، اللي بتسبب انحشار البيضه، اللي بتعمل انقباض وتخلي البيضه ما تنزلش، او حجم البيضه كبير. وبرده سبب تاني اللي هو ملح الطعام، اللي بيزود قوي بيحط الملح كتير في التحديق. لا، هو وضيفه على اكل الحمام يبقى معلقه واحده صغيره على 5 كيلو اكل، لان كتر الملح بيسبب ايضا انقباض عند النتاية. طيب سبب كمان تغيير درجة الحرارة المفاجئ زي احنا اليومين دول، وده السبب اللي هو المحتمل الكبير اللي هو عندي النتاية دي دلوقتي، لان احنا كان الجو تقريبا مش عايز اقول لك كان معتدل جدا، وفجأة درجة الحرارة ارتفعت بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اعمل لايك للفيديو علشان تشوف هنخرج البيضة ازاي بطريقة من غير ما تيجي جنب النتاية، ولانك تحاول معها بعنف هنخرجها بطريقة ان شاء الله سهلة جدا وهتشوف معنا. كيس محلول معالجة الجفاف ونعطيه على لتر مية، ده في حالة ارتفاع الحرارة. اهو كيس زي ده، هتضيف الكيس زي ده على لتر مية، ولو انت شايف نتاية زي كده اسقها في الفم، وعموما تسقي الحمام منه كله في الحر اللي زي اللي احنا فيه دلوقتي، هيساعد الحمام جدا ويخفف عنه درجات الحرارة. هتلاقيه يشرب كتير ويعمل مية، لا ده هيخليه ما يعملش مية كتير. يبقى ده مهم جدا يا جماعة في الحر. سبب اخر الامراض الفطريه بتظهر في حل الحمامه او في الجهاز التناسلي اللي بيظهر اثناء وضع البيضه، يعني ساعه ما البيضه بتيجي تخرج لو انت بصيت فيها هتعرف ازاي، ان انت هتلاقي خطوط بيضه تعرف ان هي عندها امراض فطريه تعرفه عند وضع البيضه. في الحاله دي بتعمل ايه؟ ان انت بتمنع عنها، بتاكلها دوره ناعم بس، بتمنع عنها الفول والبسله والدوره الخشن، يعني بتاكلها الاكل الناعم بس. ولما بتخرج البيضة ولقيت البيضة محشورة بيعمل لها التهاب مكان مخروج البيضة، فهتعمل تدهن لها بمرهم مضاد حيوي، تحاول تدخل المرهم جوه. أنا عندي فيوسودين، ده اللي هو يعتبر أشهر المراهم كريمات عموما، في منه مرهم وفي منه كريم الموجود عند حضرتك زي ما انت شايف كده. أنا جايب حاجة فاضية من عندي من البيت فيها نقطة صغيرة بستخدمها في الحالة دي. أهو فيوسودين تدهن مكان خروج البيضة لو هي عملت التهاب. سيفامول ده اكراس فوار، هتحط قرص على لتر المية وتسقي منه الحمامة، والحمام كله يشرب منه كويس جدا في فترة الحرارة اللي احنا فيها دي، ويرفع مناعة الحمامة اللي كانت البيضة فيها محشورة، ويرفع باقي مناعة باقي الحمامة. واذا ما خرجتش البيضة هجيب السرنجة اهوت، ومعايا باقي السرنجة دي يا جماعة مخصصة جديدة اهي لسه. شوف السرنجة هنسحب بيها زيت الزيتون، انا عندي شوية زيت زيتون فايضين اهم، اي زيت زيتون او ما فيش مشكلة لو اي زيت تاني، يعني مش هنكلف حضرتك حاجة. اسحب 2 سنتي علشان هنستخدمها في المخرج بتاع الحمامة وفم الحمامة. هذا مثلا 2 سنتي هنقول. طيب معايا النتاية اهوت، هنحاول ندخل في بقها في الفم مباشرة سنتي من زيت الزيتون اهو معانا، هندخل لها سنتي. خلاص سقناها السنتي زيت الزيتون، بعد دقيقتين هنأتيها نقلبها ونأتيها سنتي، نحاول نقلب الحمامة كده عشان بصور لوحدي.
تعرف تمسكها وتاخدها في حضنك كويس. وانت بتعمل كده نمسك رجلين الحمامة كده ونحاول ندخل السن، يا رب يكون ظاهر كويس، ندخل السن بحيث هو نكسر البيضة، نخلي بالنا ان ما نكسرش البيضة، ونحقن السنتي مرة واحدة كده ونخلينا ماسكينها شوية. تمام، نسيبها بننتظر حوالي دقيقتين كمان، تسيبها على بال ما الزيت يختلط بالبيضة ويختلط بغشاء بتاع فتحة المجمع علشان يسهل نزول البيضة. طيب كده بس، لا في حاجة كمان، خطوة كمان بعد كده هنقلب النتاية، هنقلبها على الوضع الصحيح بتاعها على رجليها، وبعد كده هنبدأ طريقة ما تستغربوش ليها، يعني هي الطريقة دي ان شاء الله بتجيب نتيجة. هنمسح اول الزيت ده وهننفخ في حوصلة الحمامة اهو بالطريقة دي، نحط الفم فيها كده واكتم ثواني واقفل وافتح تاني. بنملى الحوصلة بالهواء وبنكتم شوية علشان يدخل حبة في الامعاء، في امعاء الحمامة. هنحاول زي ما يكون كأننا بنعمل لها انتفاخ، ونستنى دقيقتين تاني ونرجع نكرر النفخة دي تاني. نفخ تاني شوية هواء كمان، قفلنا، نفتح تاني، تخرج الهواء اللي دخل، نكرر العملية دي ثلاث مرات كل دقيقتين، كمان مرة قفلنا. ما تخافش بس اوعى تخنقها، تقفل ثواني قليلة وتفتح لها، خلاص كده نفخنا الثلاث مرات. ليه؟ عشان يدخل جزء من الهواء ده في الامعاء بتاع الحمامة كده. ونسيب الحمامة، غبنا على الحمامة ساعة، الحمد لله جينا لقينا البيضة نزلت مكانها، ايه بيضة الحمامة. لكن احنا هنقول لو ان البيضة ما نزلتش ممكن تنزل او ممكن ما تنزلش، لكن بنسبة كبيرة انها تنزل ان شاء الله البيضة تبيضة، لكن لو ما نزلتش هنحاول نخرج البيضة بايدينا. لكن حذاري وانت بتخرج البيضة انك تكسر البيضة جواها، لان لو انت كسرت البيضة جواها الحمامة بتموت بنسبة كبيرة قوي، بيعمل لها تسمم والحمامة بتموت لو البيضة اتكسرت جواها. طيب كده يكون خلصنا موضوع النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القص التاني ده محص يوم 27 ويوم 29 اللي هو امبارح يعني، اهو طبعا البيض بتاعه لسه ما ظهرش لان امبارح، نحسب له من امبارح بس البيضة التانية، او النهاردة 31 يعني بقالها يومين مثلا، نحسب له كده البيض ده بقاله يومين، يبقى 29 ل 31 يبقى بقاله بالظبط 48 ساعة. طبعا لسه ما يبانش على طول كده، لو حبيت تستنى ده لما نكشف عليه مفيش مشاكل. ده القص اهو استاذ محمد، كشفت على البيض، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك، اهو البيض بتاعه يوم 22 ويوم 24 تمام، اللي حصويتين مخصبين ان شاء الله اهو القص. تمام، لو كده قربت.